السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. أتمنى أن تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. اليوم نحضر معكم كراتان بالبطاطس غراتان بوم دو تير، طبق شهي محضر في دقائق وكيجي لذيذ. أتمنى أن ينال إعجابكم وتابعوني باش تشوفوا هذه الوصفة للآخر. فعلا وصفة جميلة وسهلة ولذيذة، كتعجب الصغار والكبار، كتحضر في وقت وجيز. كنحتاجو لهاد الوصفة بصلة واحدة قطعتها طراف، كنحتاجو السلامي. انا استعملت هاد النوع، تقدرو تستعملو اي نوع بغيتو ولا كاشير. كنستعملو شوية ملح وشوية ابزار حسب الذوق. الجبن الفرماج خديتها طروفة، هاد اللي في الوسط فيه نسم بالإبزار. انا احتاجت هنا كيلو بطاطا، وهنا بقي عندي تقريبا 200 غرام تاع 200 مليلتر تاع الكريمة القشطة الطرية. وقليل من الزيت، كنوضع الزيت في الطاوة طنجرة، نخليه يسخن شويه ونزيدو عليه البصل ديالنا. غادي نحمروا هاد البصله مع شويه ديال الابزار والملحه، غنضيفهم عليها. كي تبان البصله تحمرات ماشي تطيب بزاف، ما تحركش، غير تحمر شويه تد على حسب باش تكون طيبه وصافي. كيهت غير تهو تتبل شويه بحال هاد الشكل هكذا. دابا نزيدو عليها القشطه الطريه تقريبا 3 المعالق كبار. انا هاد العلبة كنستعملت منها النص، وباقي عند فيها النص، هي فيها 450 غرام. يعني كنت استعملت 200 شي حاجة، دابا درت 200 تقريبا، 200 مليلتر بالمليلتر. هادي تقدروا تستعملوا حتى القشطة الطرية لهاديك الجارية ليكيد، حتى هي تستعملوها. ديك ديروا 200 مليلتر وخليه يطيب معها شويه مع هاد باش نحسوا على هاد الصلصه ديال القشطه الطريه والبصل. ماشي بزاف، تقريبا جوج ديال الدقيق طيب، ونحبسوا عليها النار ما نخليوهاش عيش بيها صافي. قبل ما تبدا تغلى نحبسوا، كتكون ذابت وكتعطينا هاد الصلصه هادي. دابا غنمشيو لهاديك البطاطا، غادي نديروها في واحد الطبق اللي كيمشي للفرن. النص ديالها درتو، وغادي نسرح فوق منو هاد الرقائق ديال السلامي. تقدروا تستعملوا الجامبون دو داند ولا جامبون دو بولي ولا اللي بغيتو. درت هاد الفرماج، هاد الفرماج كيدوب كيجي جميل ملي تيدوب، لان خاص بالغاكليت. ستيلي الباقي ديال البطاطا نديرو فوق منها كيما هكذا. دابا غادي نسرح هذيك الصلصه اللي حصلت عليها، غنسرحها فوق هاد الطبق، نغطيها كامل هكذا، ونعاود ندير الفرماج. هنا استعملت نوعين، تقدر دير اي فرماج، اي فرماج ماشي ضروري تقيدو بهذا، اي فرماج. انا استعملت هذا لان هذيك الوسطاني فيه الوزار، كيجي واحد اللذه زوينه. ونديروا الفرماج الاخر من الفوق، هذا كيبقى اختياري، نزيدو كان عندي زدتو من الفوق. نديروا في الفرن يطيب تقريبا 15 دقيقه على الحراره ديال 180. ها هو الطبق ديالنا ملي كيطيب، كيجي لذيذ وسهل، كيعجب الدراري الصغار بالاخص. الدراري الصغار كيبغوا الفرماج، كيبغوا البطاطا، تجي اكله العشاء هكا تجي زوينه، ولا حتى في الغدا كترافق مع السلطه كتجي زوينه.
كنتمنى الطبق يعجبكم، وما تنسونيش من الاشتراك والضغط على الجرس، وشكرا لكم، وأتمنى أن ألقاكم في فيديو جديد مع طبق جديد، وشكرا لكم ومع السلامة.